بالنسبة لكم بتبقوا داخلين العام الدراسي الجديد حاطين في دماغكم ايه جديد؟ مفيش جديد، مفيش اي نوع من انواع جديد، لان احنا لما اتكلمنا مع الوزير في اخر اجتماع يوم 30/3 وعدنا بحاجات كتيرة قوي قوي، مفيش اي حاجة توعد بيها اتنفذت. وعدنا بتطوير المناهج، والمناهج تكون ملائمة للولاد، ومناهج متطورة، ونشيل الحشو ونشيل التكرار، الكلام ده ما حصلش. الدراسات اتشال بعض الفقرات من بعض الصفحات، جمع دروس مثلا مع بعض، درسين مع بعض وقسمهم، ثلاث دروس مع بعض سوري وقسمهم فبقوا درسين. العربي شال درسين من العربي ده لكافة السنوات الدراسية، مش هو ده اللي احنا كنا بنطالب بيه. طالبنا بان يبقى في امتحانات ميد ترم منتهية، ان احنا عندنا اربع امتحانات في السنة، ان كل امتحان يكون منفصل بذاته، ناخد نص المنهج فيه نمتحنه وخلاص، يبقى خلاص ما تنفذتش. طيب انا هسمع.